بتكم لتقرير من محافظة سوهاج مع الزميل خالد المشنب، وبنرجع مرة تانية متواصلين معكم، وصباح سيدي. وزارة الشباب والرياضة حملت بشبابها تحت شعار شباب بهوية وطنية، المنطلقة من فكر وتنفيذ شباب مصر لتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة، توسيع قاعدة الشباب في الاستحقاقات القادمة لتعزيز الوعي السياسي للشباب وتحفيزهم على المشاركة والشعور بالمسؤولية المجتمعية والوطنية، إيمانا بأن الشباب هو قوة التغيير ويجب الانضمام للعمل الفعلي في صناعة القرار. عقد الاجتماع التنسيقي الأول بحضور قيادات مديرية الشباب والرياضة ومنسق تنظيم الحملة بمشاركة 200 شاب أعضاء محاكاة برلمان الشباب والشيوخ والكيانات الشبابية. استهدف اللقاء مع الحاضرين أهمية دور مشاركة الشباب في الاستحقاقات الانتخابية بدون توجيه لأي مرشح، وذلك لإبراز الدور الإيجابي لشباب مصر في ممارسة دوره الانتخابي الديمقراطي بإيجابية. جدير بالذكر أنه سيتم تدشين هيكلة منسقي المحافظات للإعلان عن الحملة بكافة القرى والمراكز الإدارية والهيئات الشبابية والرياضية على مستوى الدولة وأهمية التثقيف السياسي لهؤلاء الشباب. شمس زيدان عضو حملة بشباب محافظة صهيج، احنا النهاردة كان اللقاء الأول إن شاء الله هيكون النهاردة حملة شبابها، ودي طبعا حملة شبابية بيتكلم عن المشاركة السياسية سواء الرئاسة أو البرلمان، سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المحليات، ودي دورنا خلال الفترة اللي جاية دي عشان خاطر نظهر إن مصر في مشاركة سياسية شبابية قادرة إن هي على التغيير وقادرة على الدعم الدولة وواقفة بجوار الدولة في كل ظروفها وفي كل مجالاتها، وإحنا برضو إن إحنا بنأكد رسالتنا بره إن إحنا عندنا مشاركة سياسية في الانتخابات الرئاسة اللي جاية عشان خاطر إن إحنا نكذب كل الألسنة الإعلامية أو نكذب كل المواقع سواء المواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الخاصة بالفيسبوك، ان احنا خلال الفترة اللي جاية نقول ان احنا مشاركين وادينا احنا متواجدين وادينا احنا بندشن المبادرة النهاردة في محافظة سوهاج بشبابها، حملة بشبابها هنا في محافظة سوهاج، وبنقول ان احنا ان شاء الله هيبقى لنا دور خلال الفترة اللي جاية اقوى من الاول ان شاء الله. احنا هنتكلم النهاردة في كل حاجة عن الانتشار النهاردة خلال الفترة اللي جاية، وعن النهاردة ان شاء الله هنشكل الامانة التنظيمية لمحافظة سوهاج سواء على مستوى المراكز او على مستوى اللجان على مستوى المحافظة ككل. بسم الله الرحمن الرحيم. وليد البكري سليم الامين التنظيمي المركزي لحملة بشبابها على مستوى الجمهوريه. حملة بشبابها حمله شبابيه نرعت من بعض من الشباب امنت بالعمل السياسي والبرلماني، بتحس الشباب للمشاركه في الاستحقاق الدستوري القادم اذا كانت انتخابات الرئاسه او اذا كانت انتخابات المجالس المحليه او انتخابات المجالس النواب او مجلس الشيوخ. الشباب لازم يبقى ليه صوت، انزل وشارك. احنا مش بنوجه بنقول لك ادي صوتك لمين، ولكن احنا بنقول لك انزل وشارك وخليك ايجابي. اسف يعني عدى وقت كتير جدا ان احنا ما نغيرش كتير في الواقع، وعدى وقت كتير جدا ان احنا ما نكونش متواجدين في الصندوق. الصندوق يعني تنزل وتشارك والشارع، صوتك ما تفرطش فيه، مفيش اغلى من الصوت بالمشاركه. ما حدش قال لك تشارك وتقول ايه، بس حد قال لك انزل وشارك على قدر الامكان. انا بشكركم وبشكر كل اهل سوهاج على الاستضافه. حمله بشبابها حملة شبابية بهوية وطنية، الوطن باقي والأفراد زائلون، كلنا بنفكر إزاي يكون متواجدين، انزل شارك بهوية وطنية. حملة بشبابها تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية لدى الشباب في الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية البرلمانية المحليات. من داخل قاعدة مدينة الشباب والرياضة بسوهاج، خادم مشنب لقناة طيبة.